Welcome to my YouTube channel. If you want to speak English perfectly with a very easy way to pronounce the accent, just keep on watching. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي آلاء حسان, ومن خلال الفيديو ده علشان ما اطولش عليكم هعلمك 3 حاجات. اول حاجة اقول لك كل اللي انت محتاجه علشان تبدأ تتعلم انجليش, تبدأ منين, وكمان تحسن النطق بتاعك كويس. الفقرة الاولى هتبقى عبارة عن الحروف الانجليزية بتتنطق صح ازاي, علشان معظمنا بيعرف يتكلم انجليش بس مش عارف الحروف بتتنطق ازاي, وهو ده اللي مبوظ لنا النطق من الاول. فنبدأ بالحروف A B C D E F G H I J K L M N O P. خدوا بالكم P مش B, في فرق ما بين P for pen و B for book. Q R R بتعمل كده R, الR بتتنطق بالشكل ده R S T U V W X Y Z. بس كده هي دي الحروف الإنجليزية بتاعتي. يبقى في المهم اللي علشان عملنا الفيديو ده, نبدأ بقى بفقرة النطق ازاي ننطق انجلش صح. طبعا بطبيعة تعليمنا كمصريين في المدارس, معظمنا خريجين مدارس حكومية, فما كانوش بيركزوا قوي على حتة النطق ده في الانجلش, فتلاقينا الانجلش بتاعنا سوري يعني انجلش حمامات شوية. فانا على فكرة من خريجة مدارس حكومة برضو, فهقول لكم انا عملت ايه. انا اشتغلت على نفسي وعمري ما رحت كورس انجليش خالص, انا كنت بس بركز على الانترنت والناس اللي حواليا وكده, او الانترنت على حسب الاكسنت دي. فهبدا معاكم بشكل عام. انا عندي في اللغه الانجليزيه عندي 2 accents, عندي the American accent وعندي British accent. طيب انا بصراحه the American accent بشكل عام او اللهجه الامريكيه انا بحس ان هي لذيذه اكتر, خفيفه على القلب كده, هو اراء. البريتش اكسنت بشكل عام هي لغه رسميه اكتر, وعلى فكره هي مقوره برضو وكل حاجه, بس انا بحب الامريكان, بحس ان هي اسهل بكتير. مثلا تفضل ان انت تقول فيرست ولا تقول فيرست؟ انا شخصيا بفضل فيرست مش فيرست. ففضل تقول مثلا water ولا water, انت وذوقك وانت واختيارك, وانت اللي هتتعلم بشكل عام. اللكنة الامريكية بشكل عام في امريكا زي مصر بالظبط, الشمال زي الجنوب زي الشرق زي الغرب, لا طبعا كل مكان في امريكا بيكلموا American accent بس بشكل معين. فاللي انا هتكلم عنه the standard American accent, اللي هو الستاندرد بشكل عام, او اللي هي المفروض ان هي رسمية في البلد. بتتقسم لسبع اصوات, لو انت عرفتهم كويس وذكرتهم هضمن لك ان اللكنة بتاعتك او اللهجة هتتقلب 180 درجة. فيلا نبدأ في السبع اصوات دول. الصوت الاول هو ا, بصوا بفتح بقي ازاي, ا زي last past the past after after, مش after ولا after, لا after. التاني صوت معانا هو ا زي job project, في فرق بين project بتاعتنا بتاع الحكومة project, وفي فرق ما بين project تمام كده. تالت صوت معانا هو معذب معظم العرب, هو ال r. بص هو انت مش عارف تنطقها r, بص الصوت طالع من زوري r. لو انت مش عارف تنطقها, هو تخيل كده حرف ال r اللي انت بتقوله r دي تمام, ومعاها حروف متحركه سواء ال e او ال o او ال i او ال u, زي مثلا work مش work ولا work, لا work word. رابع صوت معانا هو صوت ال o. ال o بشكل عام لو جه في مقطع كم بتنطق كم, مش واخد مقامه شويه في الانجليش, فتحس ان هو تعامل معاكي انا مش موجود. اوكي تخيل كده معايا الاحسن, connection ولا connection, كمبيوتر او كمبروتر او computer, person ولا person. الصوت الخامس هو ال A زي مثلا كلمة اوكي, مش او ولا اوكي, لا
اوكي اوكي خد كده انسيابية اوكي. سادس صوت معنا هو حرف ال L. ال L بشكل عام لو جه في الاول بيبقى صوته بيبقى نطقه خفيف شوية light كده light مش light لا light عادي تمام. امتى بيبقى heavy او بيبقى تقيل؟ لو جه في اخر الكلام او بعد حرف متحرك مثلا call ولا call call I'll call you تمام. او مثلا healthy 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 شايفين ال L responsibility. طبعا التي هقول لكم على مشكلتها او في الامريكان اكسنت بشكل عام دي مش بتحترم اصلا زي الاو بالظبط. هقول لكم ليه في الصوت اللي بعد كده. الصوت السابع هو حرف التي. حرف التي في الانجليش في الامريكان اكسنت بيبقى مدي تي لدي شويه نطقه بيبقى قريب من دي شويه. هقول لكم ليه. التي ليها ثلاث اشكال. الشكل الاول ان هي تبقى ما بين حرفين متحركين وساعتها نطقها بيبقى مخفف بيبقى قريب من الدي زي مثلا زي attitude attitude مش attitude ولا attitude لا attitude. وزي opportunity opportunity. الشكل الثاني اللي هو لو جه حرف الان وجي بعديها التي على طول ما بعملهاش ولا بحترمها ولا اي حاجه خلاص. اكبر غلط كلنا بنغلطه هو لما نيجي نقول مثلا ايه انترنت هي بتتنطق في الامريكان العاميه العاميه مش لغه المثقفين العاميه دي انترنت انترنت. شفت اختلاف شاسع يعني لو سمعتها في فيلم امريكي دي انترنت انت بتقول ايه؟ لا بجد مش مجمع انت بتقول ايه. فهي دي انترنت وبدل ما اقول شركه انترناشونال بقول شركه انترناشونال انترناشونال. انا رايح اعمل انترفيو ولا انا رايح اعمل انترفيو انترفيو. الليفل ده الامريكان بشكل عام مش بيركز عليه خالص خالص. هو اللي بيركز عليه المصريين اللي شغالين في الشركات المعقدين اللي عايزين ليفل معين. فلازم ناخد بالنا من حاجات زي كده لان هي الفروقات دي بتميز احيانا. طب عمرك شفت واحد بيقولك جراي طب فين التي في الاخر؟ فين التي لما انا اسألك من شويه انترنت طب فين التي برضو؟ هي التي بتيجي في الاخر لا تحترم خالص لما بتعملك انها سايلنت مش بتتنطق خالص. فبتقول it's great great internet بتيجي بعدها كده second بيبقى في سكون مكانها internet. طيب احنا كده خلصنا السبع اصوات في اللغة الانجليزية بالامريكان accent. شفت بقول accent مش accent لا accent. لو عرفت انت تذكر الكلام ده كويس جدا ده هيحسن النطق بتاعك بشكل كبير جدا. بس في مثل ايطالي بيقول ماليو لا براتيكا كلا جراماتيكا. انا بتكلم ايطالي كويس اصلا. فالمثل ده بيقول لك ان براكتس احسن بكتير من ان انت تاخد في جرامر 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 تحشي 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 وقواعد وما تطبقش. علشان كده هنتكلم بقى عن البراكتس بشكل عام. ركزوا معايا بقى في فقره اوجد الخطا. لو شاطر طلع لي خطا. فقره بسيطه تخليك تحسن النطق بتاعك بتاع الانجليش وفي خلال 3 دقايق بس. يلا نبدا. والله انا عايزه اتفرج النهارده على توم اند جيري. Tom and Jerry Tom and Jerry N. ال N بشكل عام في نص الكلام مش بتتقال خالص خالص and بتتقال N. Black and White Tom and Jerry. انا last Friday رحت ازور عمتي. Last Friday مع بعض Last Friday last friday. لو انت جت في اخر الكلمه وبعدها كلمه تانية التي بتتعامل معامله اللي مش موجود. last friday next friday وهكذا. of course we can do it together together مش together together. قلنا كذا مره ان الاو بيبقى نطقها ضعيف شويه في اللغه الانجليزيه باللهجه الامريكيه. together والكلام ده together together. والله العظيم لقد رأيته بأم عيني. I saw him. I saw him. I know his family. بدل I know his family. فرق شاسع. خد water. خد بالله عليك water. 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 مش water برضه عشان لقيت كده أزمة على السوشيال ميديا. water. مش water. لا 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 لا. water. water. التي بتبقى قريبة من دي شوية. water very hungry I want to eat. اسمع دي كده. I wanna be a vacuum cleaner. I wanna eat
مش I want to I wanna eat, وده مش بيعتبر غلط قوي لأنه في الأمريكان أكسنت بيقول لك وانا على طول بدل I'm going to بقول I'm gonna, أسهل بكتير. ده مش خطأ بس هو في الإنجليش هو ده اللي بيتطبق في أمريكا في الإنجليش العام. يعني coming back, coming back soon, coming back, coming back, coming دي بشكل عام ال ing الجي اللي في الآخر بتبقى silent لكنها موجودة. بص هو أحلى حاجة في الإنجليش بتاع الأمريكان أكسنت انت بتشيل كل الحروف تقريبا, يعني الجملة كده بتشيل منها حاجات كتير قوي في الدنيا بتبقى اسهل. مثلا ما تقولك I got a lot of water ولا تقول I get a lot of water, مثلا تقولك it's better for you ولا it's better for you, بتحسي بمزيكة حلوة قوي ولغة شيك قوي وفي نفس الوقت انت بتاكل نص الكلام. بقى للفقرة الرابعة والاخيرة, انا كنت شفت يوتيوبر قبل كده اللي هو المهندس احمد ابو زيد اتكلم عنها, هي سهلة جدا فقررت ان انا اشاركها معاكم. بشكل عام حاجات بسيطة جدا بتحسن النطق عند اي حد. المقاطع هتعلمك ازاي تقرأ, في ثلاث مقاطع عندي, شن اللي هو تي اي او ان, وعندي جن اللي هو اس اي او ان, احيانا بنطق شن برضو, وعندي تشر اللي هو تي يو ار اي. تمام, نبدأ باول مقطع اللي هو شن تي اي او ان. اي كلمة لو لقيت فيها المقطع ده اديها شن على طول, ساعدك جدا في القراية. زي celebration, verification, etc etc. طب ال S I O N قلتلي بينطق شن او جن, امتى شن وامتى جن؟ خلينا نشوف. بينطق جن لو المقطع ده جه قبله or او حرف متحرك بينطق جن, زي revision زي vision. طيب لو ما جاش ال R ولا الحرف المتحرك تنطق شن, زي session mission. اخر حاجة بقى واسهل حاجة هي تشر T U R E تشر. picture مش بيكتشر ولا بيكتشر, لا picture. future nature, ركزوا جدا, مقطع تشر T U R E تنطق تشر. N A T U R E R E nature nature F U F U T U T U R E R E future future nature nature future. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو انتوا اول مره تشوفوني, كمان اعملوا سبسكرايب للشانل وفعلوا الجرس. امر لله. سلام.